بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه السلام الحديث السادس عشر وهو آخر أحاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف، قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام من قبل أن يقدم العراق بسنة، وعلي ابنه جالس بين يديه، فنظر إلي فقال: يا محمد أما إنه سيكون في هذه السنة حركة فلا تجزع لذلك قال قلت وما يكون جعلت فداك فقد أقلقني ما ذكرت فقال أصير إلى الطاغية أما إنه لا يبدأني منه سوء ومن الذي يكون بعده قلت وما يكون جعلت فداك قال يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قلت وما ذاك جعلت فداك؟ قال من ظلم ابني هذا حقه وجحد امامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن ابي طالب حقه وجحده امامته بعد رسول الله صلى الله عليه واله. قلت والله لئن مد الله لي في العمر لاسلمن له حقه ولاقرن له بامامته. قال صدقت يا محمد يمد الله في عمرك. وتسلم له حقه وتقر له بإمامته وإمامة من يكون من بعده، قلت: ومن ذاك؟ قال: محمد ابنه، قلت: له الرضا والتسليم. هذا الحديث الشريف فيه نص الإمام الكاظم عليه السلام على إمامة ابنه الإمام الرضا. وحاصل هذا الحديث ان الامام الكاظم عليه السلام عاصر في مده امامته مجموعه من سلاطين بن العباس اولهم المنصور لان استشهاد الامام الصادق عليه السلام كان في اواخر عهد المنصور وبداية إمامة الإمام الكاظم كانت في عهد المنصور، فلما مات المنصور، في قضية كان في الطريق، فنفرت به الدابة، فسقط على رأسه، وبعد لحظات مات. خلفه ابنه محمد الذي لقب بالمهدي والمهدي العباسي حكم ثمان سنوات فلما مات المهدي العباسي خلفه ابنه موسى الملقب بالهادي لأشهر، وبعد أن مات الهادي العباسي مسموماً في قضية سنذكرها، خلفه أخاه هارون العباسي. المهدي العباسي استدعى الإمام الكاظم عليه السلام إلى بغداد والإمام عليه الصلاة والسلام يذكر للراوي وهو محمد ابن سنان أنه سيستدعى في هذه السنة إلى بغداد فهذا أثار قلق محمد لأن السلطان يستدعي شخصا لعله يبطش به وهذا هكذا كان داب السلاطين الإمام الرضا عليه الإمام الكاظم عليه السلام يقول له إنه لا ضرر من المهدي العباسي على الإمام الكاظم ولا ضرر عليه من خليفته وهو الهادي والإمام سكت هنا هذا الكلام فيه اشعار بان اكو ضرر على الامام من خليفه الهادي يسال الامام ماذا يحدث الامام عليه الصلاه والسلام يقول ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء في زمان هارون تحدث قضايا جسام وهناك الله سبحانه وتعالى يظل الظالمين في هذه الفتره الامام حبس وسم في الحبس توفي مسموما وفي هذه الفتره بعد استشهاد الامام الكاظم ظهرت الواقفه الذين انكروا امامه الامام الرضا عليه السلام الامام الكاظم يقول لمحمد انت عليك ان تؤمن به وأن لا تنكر حقه، لأن من أنكر حق أحد من الأئمة فأنكر إمامته، هذا كان كمن أنكر إمامة الإمام علي بن أبي طالب، لأن أصول الدين وحده واحده، اليوم أكملت لكم دينكم، أصول الدين وحده واحده، إذا واحد لم يعتقد بأصل من أصول الدين فهذا ايمانه غير مقبول، يعني اذا واحد يعتقد بالتوحيد لكن لا يعتقد بالنبوة هذا توحيده لا ينفعه. اذا واحد يعتقد بالتوحيد ويعتقد بالنبوة لكن لا يعتقد بالمعاد هذا لا ينفعه. اذا واحد يعتقد بالامام امير المؤمنين لكن لا يعتقد بالامام الحسن والامام الحسين هذا اعتقاده لا ينفعه، هذه وحدة متكاملة. لازم الانسان يؤمن بكل اصول الدين. اذا انكر اصلا من اصول الدين فإيمانه غير مقبول. والإمام الكاظم يذكر له انك ستعيش فتلقى الإمام الذي هو بعد الإمام علي الرضا عليه السلام، وهو ابنه محمد الجواد عليه السلام. فالراوي يقول: قلت الرضا والتسليم انا قلبا راضي بإمامتهما لا اجحدها لسانا ايضا يعني قلبا وعملا مسلم لامامتهم هذا خلاصه الحديث الشريف واما تفاصيل هذا الحديث في زمان المنصور العباسي حدثت ثورات من جمله تلك الثورات ثوره النفس الزكيه وهو محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى عليه السلام وهذا حينما ثار في المدينه وثار معه اخوه في البصره حدث بينه وبين المنصور قتال عظيم جدا وكاد المنصور ان ينهزم في معركه الكوفه المعركه التي حدثت قرب الكوفه لكن مشيئه الله سبحانه وتعالى كانت في أن لا يملك بن الحسن السلطة ولذلك القضية القتال اللي كان يسير بصالح جيش إبراهيم ابن عبد الله وهو أخو محمد ابن عبد الله القتال اللي كان يسير بصالحه في قضية انقلب بضرره وقتل هو وبعد ذلك قتل اخوه في المدينه محمد بن عبد الله هنا البعض كان يدعي ان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن هو المهدي المنصور شنو اسمه اسمه عبد الله وابنه اسمه محمد ايضا يعني المهدي العباسي اسمه محمد والمنصور العباسي اسمه عبد الله المنصور كان داهية اي نقطة قوة لخصومه بحق او بباطل كان يحاول ان هذه النقطة القوة يستفيد منها شاف اكو جماعة دا يدعون ان محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن هو المهدي يدعون انه هو المهدي زين والناس يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله قال المهدي من سيظهر مثلا يملا الارض قسطا وعدلا فورا لقب ابنه وخليفته بالمهدي قال لا ذاك مو محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ذاك المهدي لا ابني هو المهدي محمد بن عبد الله المنصور هو هذا المهدي. وفي هذا الزمان هذا المقطع أضيف إلى حديث الرسول زورا وبهتانا. الرسول شنو يقول؟ يقول المهدي من ولدي اسمه اسمي. خلص الحديث ينتهي. يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. في زمان المنصور لأنه هو ابنه اسمه محمد والمنصور اسمه عبد الله اضيف هذا المقطع اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، هذا ما موجود في الحديث واسم ابيه اسم ابي. هذا في زمان المنصور اضيف الى حديث الرسول، والكذابه كثيرون احيانا كانوا يضعون الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه واله واحيانا كانوا يزيدون في حديث الرسول او ينقصون منه لاغراضهم. زين لما مات المنصور ابن محمد الذي لقب بالمهدي والان معروف المهدي العباسي يذكرون هذا استلم السلطه. في زمان المهدي، المهدي كانت سياسته سياسة لينة عكس والد المنصور المنصور سياسته كانت بالبطش أما المهدي العباسي اتسمت فترة حكومته بالهدوء لأن المنصور وطد الأركان ملك بن العباس هو المؤسس الحقيقي لبني العباس هو المنصور لأن السفاح اللي هو أول سلاطين بن العباس هذه فترة كانت فترة حرب فلما مات استلم المنصور والمنصور هو الذي سحق جميع المعارضه حتى المعارضه التي لم تكن مسلحه وحتى المعارضه الصامته توطت ملك بني العباس فاستلم السلطه المهدي العباسي والملك موطا هو اتخذ سياسة اللين حتى مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعني الإمام الكاظم في فترة المنصور كان صامت ليش؟ لأن المنصور كان كاتب أي واحد يدعي أنه هو خليفة الإمام الصادق لازم يقتلوه فأربع سنوات من استشهاد الإمام الصادق إلى موت المنصور الإمام الكاظم ساكت بعد ذلك في زمان المهدي أظهر إمامته زين المهدي العباسي صحيح هو سياسة سياسة اللين لكنه حاكم والحاكم يخاف جانب المعارضة فراد يشوف أن الإمام الكاظم أن الإمام الكاظم هل هو يريد أن يثور أو لا يتخذ سياسة والدة الإمام الصادق ما اشترك في الثورات لا على الأمويين ولا على العباسيين وإنما الإمام الصادق وطّد أركان العلم، استغل هذه الفترة ضعف الأمويين والعباسيين، والقتال بينهما، ونشر علم الرسول صلى الله عليه واله الذي تلقاه عن أبائه، فالمهدي العباسي راد يشوف الإمام الكاظم هل هو يتخذ سياسة والده أو لا يريد يثور ثورة مسلحة مثلا، فاستدعى الإمام الكاظم إلى بغداد، طبعا في الكلام بينهما حدث كلام كثير، من جملة الكلام أن المهدي العباسي قال للإمام الكاظم أنه يريد يرجع فدك، شنو حدود فدك؟ الإمام قال له أنت ما ترجع فدك إذا بينت لك حدوده قال لا أنا أرجع الإمام قال حد من حدوده في اليمن حد من حدوده السيف البحر حد من حدوده خراسان حد من حدوده كذا يعني كل الدولة الإسلامية قال يعني المقصود الإمام أن قضية فدك مو أنه قضية ارض مملوكه مزروعه بنخيل غصبت، لا القضيه قضيه اكبر، صحيح فدك هي ملك الزهراء ورسول الله صلى الله عليه واله نحلها بامر من الله سبحانه وتعالى وات ذا القربى حقه. فكان فدك فكانت فدك ملكا لفاطمه. لكن مطالبتها لفدك مو فقط مطالبه لملك شخصي، لا في الواقع كان هذا قضيه للمطالبه بالخلافه الإمام يبين لنا ان فدك مو قضيه قضيه ملك شخصي قضيه خلافه المهدي قال سانظر في ذلك وطبعا ما رجع بين قوسين نذكر ان قضيه فدك قضيه عجيبه جدا رسول الله صلى الله عليه واله اهداها ونحلها لفاطمه بامر من الله فلما التحق رسول الله بالرفيق الاعلى ابو بكر صادر فدك. بعد ابي بكر عمر ارجع فدك. طبعا ارجاع ناقص هذا في كتاب مسلم يبين تفصيله ارجعه بيد امير المؤمنين والعباس عم النبي ومو ارجع بعنوان ملك لهما وانما ارجع ليكون تحت إشرافهما، فلما ملك عثمان صادر فدك مرة ثانية، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لما استلم السلطة ما أرجع فدك، لأنه صاحب الحق يقدر أنه لي طالب بحقه، أنت غاصبين دارك، ما طالب بحقك، حتى لو عندك السلطة وتتمكن من إرجاع ذلك، لك حق، أمير المؤمنين ما كان يريد. الذين يعارضونه يتخذون ذلك ذريعة في التهريج أنه بس ما وصل للسلطة صادر الأراضي لصالح نفسه قضيته كانت أكبر من ذلك كما ذكرنا أن فدك كانت لها قضية طريقية إضافة إلى موضوعيتها فلما ملك عمر ابن عبد العزيز أرجع فدك لما مات عمر ابن عبد العزيز صدرت فدك مرة ثانية أو مرة ثالثة أو مرة رابعة فلما استلم السفاح أرجع فدك فلما تسلط المنصور صادر فدك فلما استلم المأمون أرجع فدك فلما مات المأمون صدرت فدك وهكذا ارجعت صودرت ارجعت صودرت. المهدي العباسي كان يريد يرجع فدك لكن لما شاف ان الامام الكاظم حدد حدود فدك بالحدود الدوله الاسلاميه تراجع عن قراره. ولم يبطش بالامام الكاظم عليه الصلاه والسلام. فهنا الامام كان جالسا وابن سنان جاء له وعلي ابنه جالس بين يديه فنظر إليه فقال يا محمد أما إنه سيكون في هذه السنة حركة لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى علمهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن بواسطة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وهذا الأمر حتى العامة يقرون به في صحاحهم أن رسول الله ارتقى المنبر من بعد صلاة الصبح إلى صلاة العشاء ولم ينزل من المنبر إلا في أوقات الصلوات فحذيفة يقول حسب ما يرويه مسلم وحتى البخاري يقول فحدثنا بما كان وما يكون وما هو كائن هسأ احنا ماذا نقول نحن الشيعة نقول أن رسول الله علم أمير المؤمنين عليا ما كان وما يكون وما هو كائن وأمير المؤمنين منه انتقل هذا العلم الى الائمه من بعده. يعني علم واحد فقط. بس العامه يقولون علم الصحابه الذين كانوا في المسجد ما كان وما يكون وما هو كائن. على كل حال فلذلك علم الائمه بما كان وما يكون وما هو كائن تعلم من ذي علم كما يقول امير المؤمنين في نهج البلاغه. الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله كما يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول الله علم محمدا رسوله صلى الله عليه واله علم ما كان وما يكون وما هو كائن ومن رسول الله انتقل الائمه فلذا يعلمون ما يحدث في المستقبل بتعلم من رسول الله والرسول بتعلم من الله سبحانه وتعالى لذا يقول انه سيكون في هذه السنه حركه فلا تجزع لذلك، الجزع هو عدم الصبر. قلت وما يكون جعلت فداك؟ فقد أقلقني ما ذكرت. قال أصير إلى الطاغية، يعني المهدي العباسي. كان طاغية حتى لو هو لين، لكنه طاغية. طاغية صيغة مبالغة في الطغيان، طاغي وطاغية. لكن الطغاة مختلفون. اكو طاغي يبطش بطشاً كبيرا واذا بطشتم بطشتم جبارين واكو طاغي لا يحاول ان يستعمل السياسه اما انه لا يبداني منه سوء ومن الذي يكون بعده يعني الهادي العباسي ابن المهدي موسى الهادي كان شابا طائشا في زمانه حدثت واقعه فخ ضيقوا على السادة في المدينة في قضية مفصلة تضييق شديد كل يوم والي المدينة من بعد صلاة الصبح يحبسهم في المسجد إلى الظهر ولازم كل يوم يوقعون يجون للمسجد يوقعون أنه إحنا موجودين فترة طالت بهم إلى أن ضاقت نفوسهم حسب تعبيرنا طقت نفوسهم فإجا الحسين بن علي من ذرية الإمام الحسن استأذن الإمام الكاظم في الخروج والإمام أذن له لكن قال إنك مقتول قال ما يخالف أنا هذا الذل بعد ما أتحمله أقتل هذا خير لي من ذلك الإمام أذن له فخرجوا سيطروا على المدينة ثم خرجوا إلى مكة في فخ فخ في حدود مكة طبعا الآن تقع في ضمن مكة لتوسع مكة حدث بينهم وبين بن العباس قتال فقتلوا 300 واحد تقريبا من السادة ومن الذين معهم قتلوا في قضية فخ الإمام الكاظم ما كان إلا داخل في القضية لم يكن في الظاهر مع الثائرين وكان جالس في المدينة لكن موسى العباسي أمر بقتل الإمام الكاظم والامام الكاظم قرأ دعاء الجوشن الصغير ودعاء رسول الله صلى الله عليه واله، والله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الامام الكاظم، فموسى العباسي المعروف بالهادي مات قسم الله عمره في شبابه، يقال انه كان بين جاريتين من جواريه نزاع وحدة ادغار من الثانية فإحداهما سمّت تفاحة ووضعتها عند الجارية الثانية، حتى ذيك الجارية الثانية تاكل التفاح وتموت، وبالصدفة طبعاً ماكو صدفة الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ الأسباب، إجا الهادي العباسي ورأى التفاحة فأكلها ومات، ويقال إن الذي سمى التفاحة أمه لأنه راد يقتل هارون. أخوه أراد أن يقتل أخاه هارون فأمه كانت تحب هارون أكثر منه فجعلت السم في التفاحة، على كل حال فقسم الله عمره واستلم السلطة هارون العباسي، فالإمام يقول: آني من المهدي العباسي ومن الهادي العباسي لا يصيبني ضرر، سكت معنى ذلك شنو هو؟ هذا في اشعار بانه من الذي بعدهما اصاب بضرر. قلت وما يكون جعلت فداك، زين بعد الثاني شنو يصير؟ يعني في زمان هارون قال يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني تقديرات الله تجري لكن في ضمن هذه التقديرات ان الله سبحانه وتعالى يظل الظالمين يعني اذا واحد ظالم بسوء اختياره الله يظله لانه كما مر في باب التوحيد الهدايه والضلال من الله لكن الله لا يهدي اعتباطا ولا يضل اعتباطا الله سبحانه وتعالى يهدي من كان قابلا للهداية بحسن اختياره، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا واحد هو سار في الطريق الصحيح الله يهديه. لكن إذا واحد سار في الطريق الخطأ الباطل، الله سبحانه وتعالى يتركه حتى يظل. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين ويظل الله الظالمين، هذا صار ظالم الله يظله. من هؤلاء الظالمون؟ منهم هارون العباسي هو إنسان ظالم فالله أظله، وهو الذي اعتقل الإمام الكاظم وأودعه في السجون سنوات وبعد ذلك دس السم له فقتله مسموما، وأيضا الواقفه لأن الإمام كان مسجون لسنوات، اجتمعت مجموعه من أموال الإمام بيد بعض الأشخاص، الشيخ الصدوق يقول هذه أموال شخصيه كانت، الإمام كان عنده أملاك مستغلات منافع هدايا من الناس هذه اجتمعت بيد مجموعة من الناس، فلما توفي الإمام مسمومًا ذول طمعوا في هذه الأموال. علي بن أبي حمزة البطاني عشرة آلاف دينار يعني عشرة آلاف ليرة ذهبية، فلان سبعين ألف دينار، فلان عنده جواري، فلان عنده كذا طمعوا في الأموال، زين لازم يسلموها للإمام الرضا عليه السلام. خططوا قال أحس قالوا أحسن طريقة نقول أن الإمام الكاظم حي لم يمت وأنه هو المهدي وأن الرضا ليس بإمام هكذا فأنكروا إمامة الإمام الرضا وابتدعوا مذهبا وأوجدوا فتنة كبيرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعد ذلك الإمام الكاظم يقول من ظلم ابني علي هذا حقه وجحد إمامته من بعدي, من بعدي كان كمن ظلم علي ابن أبي طالب حقه إذا واحد أنكر واحد من الأئمة هذا ما يفيد مثل الأنبياء لأن النبوة من أصول الدين الإمامة أيضا من أصول الدين إذا واحد إجا وقال إنه يعتقد بنبوة جميع الأنبياء لكنه لا يعتقد بنبوة إبراهيم هذا كافر إذا قال إنه يعتقد بنبوة جميع الأنبياء من آدم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لكنه قال لا يعتقد بإمامة عيسى هذا كافر لا نفرق بين أحد من رسله الأنبياء واحدة واحدة لازم تعتقد بكلهم اللي تعرفهم بأساميهم تعتقد بهم واللي ما تعرفهم بأساميهم تعتقد بهم إجمالا أعتقد بجميع الأنبياء الأئمة كذلك أن الإمامة من أصول الدين إذا واحد يعتقد لازم يعتقد بجميعهم من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المهدي إذا واحد أنكر إماما منهم أو زاد إماما مثل الفطحيه الفطحيه يعتقدون بجميع الائمه ويضيفون عليهم عبد الله الابث افطح هذا الانسان ليس بمؤمن لذلك يقول من ظلم ابني هذا حقه وجحد امامته كان كمن ظلم علي بن ابي طالب حقه وجحد امامته بعد رسول الله هنا الراوي يبين أنه إذا مد الله في عمره سيسلم له يعني إذا أدرك زمان الإمام الرضا سيسلم له ويرضى رضا قلبي وتسليم عملي الإمام الكاظم قال له يمد الله في عمرك ومو فقط تلقى الإمام الرضا بل تلقى ابنه محمدا والراوي محمد ابن سنان توفي في زمان الإمام الجواد سلم الإمام الرضا وأيضا سلم للإمام الجواد ونحن نسلم بجميع الأنبياء ونسلم بجميع الأئمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين